تقدم سعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي باجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي المنعقد بالقاهرة بمقترح بوقف البرلمان العربي مع مملكة البحرين فيما يتعلق من استهداف بعض البرلمانات الإقليمية والأجنبية لمملكة البحرين من خلال وضع آلية عمل يتحرك من خلالها البرلمان العربي للتصدي لاستهداف البحرين والأكاذيب التي تسويقها تلك البرلمانات تجاه مملكة البحرين وعدم الاكتفاء بإصدار بيان فقط، وذلك انطلاقا من واجب البرلمان العربي للوقوف مع الدول العربية التي تتعرض لهجمات تتعارض مع السيادة الوطنية للدول العربية المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية. وبناء عليه شكل مكتب البرلمان العربي لجنة من قبل هيئة مكتب البرلمان العربي تتكون من رئيس اللجنة السياسية ورئيس اللجنة القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والأمانة العامة للبرلمان العربي لرفع خطة عاجلة لجلسة البرلمان العربي التي ستعقد يوم الأربعاء القادم بالقاهرة لاعتمادها، وذلك للتصدي لتلك الممارسات من الناحية السياسية والقانونية، وذلك وفق رؤية واضحة ومستمرة للبرلمان العربي.